الرحيم. وصلنا إلى زيرو أوردر فولت، فقط زيرو أوردر فولت. طبعا بالبداية راح نشوف شنو فائدة الزيرو أوردر فولت للسيستم. احنا عادة كنا ناخذ السامبلر، هو عبارة عن سويتش بالشكل الموضح أمامنا. السويتش هذا هنا عندنا إشارة مستمرة، عندنا هنا إشارة مستمرة، فنريد نسوي عملية تقطيع لهذه الإشارة، كأن تكون إشارة ساين ويف أو أي إشارة أخرى. فكنا نسوي عملية سويتشنج، فإذا فالسويتشنج طبعا هذا راح يكون يغلق ويفتح بفترات زمنية محددة. إذا كان افترضنا بأنه يغلق بزمن صفر ويفتح مرة أخرى، يعني كأنما احنا قاعد ناخذ امبلس وليس موجة مربعة، يعني قاعد ناخذ امبلس سامبل، يعني ناخذ عينات نقطية، يعني عند الزمن صفر ناخذ عينة وبعدين نقطع. هنا راح تكون، لو خلينا هنا البلانت بالإخراج، خلينا بلانت، هنا شو راح يصير عندنا؟ راح تجي لنا خلينا نقول إشارة، ناخذ عينة اللي هي إشارة راح تدخل على البلانت بزمن صفر وتنقطع. فهذا السيستم هو بي السيستم أو البلانت مالتنا هو بي يعني بي بي ديلي أو بي يعني خلينا نقول تأخير زمني لهذا السيستم، فما راح يلحق يستجيب لهذه الإشارة. يعني بالضبط مثل كأنما عندنا مروحة أو ماطور وننطي إشارة بزمن صفر ونقطعها رأسا عنه، فما راح تلحق المروحة تدور أو الماطور بها initial بها moment of inertia لهذا الماطور، ما يلحق إنه يدور. فايش يسوون عادة؟ هنا لما ياخذون عينة اكو هنا يضيفون فد بلانت اخرى يضيفونها هنا. وظيفة هاي البلانت هي انه تمسك العينة الى ان تجي عينة ثانية، فتهد العينة القديمة وتمسك العينة الجديدة، بحيث هناك شيء يصير. هنا عندنا عملية مسك للعينة السابقة بحيث يلحق السيستم، هذا البلانت مالتنا راح يكون هنا عندنا البلانت، يلحق البلانت انه ياخذ الريسبونس الخاص بهذه العينه الى ان تجي العينه الثانيه. اذا هذا هو البلانت على البلانت. هذا شو يسمونه؟ زيرو اوردر زيرو اوردر هولد زد او اتش. اوكي، هذا اللي يمسك العينه، زيرو اوردر هولد. موضوعنا عن هذا زيرو اوردر هولد اللي هو الماسك للعينات. لو ردنا نشوف شكلها، طبعا لو كان عندنا هذه هي الاشاره الداخليه اللي هي عباره عن ساين ويف، فلو كان عندنا فقط سويتش فكانما راح ناخذ فقط هذه العينه، ناخذ هاي العينه، ناخذ هاي العينه، وناخذ هاي العينه. فاذا دخلنا فقط هذه النقاط للسيستم فقلنا السيستم ما راح يلحق انه ياخذ الريسبونس مالته. فش نسوي؟ راح ناخذ العينه ونمسكها، هذه هو وظيفه الماسك او الهولدر، يمسكها إلى أن تجي العينة الجديدة، فيهد العينة السابقة ويمسك العينة الجديدة ويبقى لازمها، إلى أن تجي العينة اللي بعدها يمسكها ويأخذ ويبقى ماسكها إلى أن تجي العينة اللي بعدها وهكذا. إذا هذه راح تكون هذه العينات، هذه مالت إخراج السامبلر أو السويتش، وهذه راح تكون وظيفة الماسك اللي هو يمسك العينة، أوكي؟ طبعا هنا لو كان المسك عبارة عن خط مستقيم، يعني بس مجرد يمسك الإشارة، يسمونه زيرو اوردر هولد باعتبار انه الاوردر مالته هو زيرو. لكن في بعض الاحيان يكون خط مستقيم ما بين هاي العينه وهاي العينه، صار هيك بالشكل خط مستقيم، فهنا يسمونه بالفيرست اوردر هولد، واذا كان كير يسمونه سكند اوردر هولد الى اخره. صح، راح ناخذ الزيرو اوردر هولد راح اركز عليه، والبقيه ما راح ناخذها بشكل مفصل. زين، هسه اذا اردنا نباوع الى هذه، هذا كانما صار عندنا تو ترانسير فانكشن، صار عندنا البلانت، وقبل الترانسير فانكشن احنا راح نضيف اللي هو الهولدر اللي هو زيرو اوردر هولد. فشلون نطلع الجي اوف اس الخاص بزيرو اوردر هولد؟ فشلون نستخرجها؟ فهنا اذا باوعنا الى اي جزء من هاي الاجزاء هي عباره عن مستطيل، يعني هذا اذا باوعنا له هذا مستطيل، يعني هذا هو عباره عن هذا عبارة عن مستطيل، وهذا أيضا عبارة عن مستطيل، يعني هذا إذا أردنا نرسمه، وهذا عبارة عن مستطيل آخر، كأنما عندنا مجموعة مستطيلات. زين، بس إذا أردنا نشوف إن واحد من هذه المستطيلات، فكنا ناخذ هذا المستطيل. شو نطلع
فانكشن مالته يعني التايم فانكشن الخاصه بهذا، هو عباره عن تو يونت ستيب، الاولى راح تبدي بالصفر وتمتد للما لا نهايه بالضبط كانها بالشكل هذه الاولى، والثانيه راح تكون هي تجمعها اذا اعتبرنا هذا الصفر هذه الاولى راح تكون قيمتها قيمه معينه، الثانيه راح تكون هي عكسها لكن تبدي وين؟ تبدي عند ال تي مثلا اللي هو زمن الارض مال هذه الموجه المستطيله. نعم، فاذا جمعناهم اثنيناتهم فهذه راح تتاكل من هذه، فتبقى لنا فقط هذا المربع اللي راح يبقى لنا الموجود هنا، فقط اذا جمعناهم فقط هذا المربع راح يبقى موجود، هذا المربع راح يبقى يكون موجود، بينما البقيه واحد يصفر الثاني، واحد ياكل الثاني. وكذلك بالنسبه لهذا، هذا راح كانما هنا عندنا موجه المره تظهر وين؟ ما تظهر عند الصفر اذا كان هذا الصفر، ما تظهر عند الزيرو يعني التايم زيرو، انما تظهر هنا، واللي بعد راح تظهر في هذا المكان. لما نجمعهم يبقى لنا فقط هذا المربع الموجود في هذا الشكل، وهكذا، او هذا المستطيل عفوا الموجود في هذا الشكل، وهكذا بالنسبه اللي بعده واللي بعده. اذا هذه كل مستطيل من هاي المستطيلات هو عباره عن تو يونت ستيب فانكشن، لكن واحده عكس الثانيه وتختلف بزمن الظهور. فاذا راح تكون بالشكل هذا، هو عباره عن هذا الشكل. يعني كل مستطيل من المستطيلات الموجوده. فانا نقدر نكتبها هو عباره عن جي اتش او اوف تي اللي هو الجي معناها ترانسفير فانكشن، مالت الاتش او معناها هولد زيرو او زيرو اوردر هولد، في بعض الاحيان يسمونه زد اتش او، وفي بعض الاحيان يسمونه اتش او معناها زيرو اوردر هولد. شو راح اسوي؟ انها هي عباره عن يونت ستيب تظهر عند الصفر، ويونت ستيب اخرى عكسها مضروب باشاره سالبه لكن وين تظهر؟ عند التي، عند التي. فلما ينجمعان راح يطلع لنا هذا المستطيل اللي حكينا عنه. فانا اذا اردنا نطلع الترانسفير فانكشن راح ناخذ اللابلاس ترانسفورم للطرفين، فيكون هو عباره عن جي او كابيتال جي اتش اوف جي اتش او اوف اس يساوي لنا 1 ناقص اي تو ذا ماينس تي اس على اس، نعتبر ان اليونت ستيب هو 1 على اس، وهنا عندك بها شيفت، فالشيفت راح يقابله اكسبوننشال بالاس دومين، راح يكون هذا شكله هذا بالاس دومين. اذا ردنا نعوض عن بالفريكونسي دومين نشيل كل اس نخلي مكانها جي اوميجا، يصير بهالشكل هذا جي اوميجا. اذا ممكن هذا نعيد كتابته على شكل ساين مضروب في اكسبوننشال، بحيث يكون التي هو 2 باي اوفر اوميجا اس، والاوميجا اس هي تمثل تردد السويتش، تردد السامبلر اللي قاعد ياخذ عينات، اللي هو سوينا 2 باي اف اس، اللي الاس الاف اس هي اللي هو يمثل تردد السويتش اللي يعني خلينا نقول الاون اوف مالته، يكون بالشكل الموضح امامنا. فممكن هنا نستعيض عن الكابيتال تي ب 2 باي اوميجا اس، فهنا عوضنا عنه فظهرت المعادله بدلاله الاوميجا اوفر اوميجا اس. اوكي زين، هذه الاوميجا اوفر يعني هذه بدايه الاوميجا اس ممكن راح يكون بماجنتيود اللي يمثل هذا الماجنتيود مالته، وبايضا فيز يمثل هذا هو الفيز الخاص بي. اذا هذا كل ما يتعلق بزيرو اوردر هولد. هنا عندنا الفيرست اوردر هولد، قلنا الفيرست اوردر هولد ما راح نتطرق له لان هو ما راح نستخدمه، احنا دائما نستخدم زيرو اوردر هولد، لكن بصوره عامه اكو فيرست اوردر هولد مثل ما قلنا، اكو سكند اوردر هولد الى اخره من انواع الهولدرز الموجود، بس احنا اللي راح نستفاد من عنده في عمليه او في ديجيتال كنترولر فقط الزيرو اوردر هولد، سكند اوردر هولد ما نستفاد من عنده، الفيرست اوردر هولد العفو. قلنا الفيرست اوردر هولد راح يكون هو عباره عن خط مستقيم، راح يصير خط مستقيم ما بين عينه، العينه الاولى وهاي العينه الثانيه، فيوصل بيناتهم خط مستقيم بدل ما كان خط مائل، طبعا بدل ما سابقا كان خط بهالشكل ويصعد لنا بهالشكل هذا، هالمرة راح يصير خط بين عينة وعينة خط مائل بالشكل الموضح. هذا بالنسبة للفيرست اوردر هولد. طبعا هنا أنا هذا رسميا هذا يمثل الماجنتيود والفيز الخاص بالزيرو اوردر هولد، اللي هذه الفيز والماجنتيود، هاي المعادلتين اللي اشتقيناهم هنا، هاي المعادلة الأولى اللي تمثل الماجنتيود، وهاي المعادلة الثانية تمثل الفيز. رسمهم مع الأوميجا يكون
بالشكل الموضح أمامنا، أو يعني أوميجا أوفر أوميجا إس، وهذا بالنسبة للماجنتيود، بالنسبة للفيز. هذا بالنسبة للزيرو أوردر هولد. قلنا هذه الفيرست أوردر هولد ما راح ناخذه، قلنا شوف هذا سيبين زيرو أوردر السكند أوردر الفيرست أوردر هولد شلون يكون تصرفه. راح ناخذ ما يدعى بالترانسفير فانكشن الخاصه، او بلس ترانسفير فانكشن. بلس ترانسفير فانكشن هذا مصطلح مهم، بلس ترانسفير فانكشن. سابقا لما كان جي اوف الاس نسميها بلس ترانسفير فانكشن، لكن عفوا كنا نسميها ترانسفير فانكشن، كنا نسميها ترانسفير فانكشن. جي اوف الاس شو كنا نسميها؟ جي اوف الاس كنا نسميها ترانسفير فانكشن. اذا اخذنا جي اوف زد، جي اوف زد راح يسمونها بالبلس ترانسفير فانكشن. اذا بالديسكريت او بالكونتينوس الترانسفير فانكشن اللي كانت هي عباره عن الموصوفه بالاس دومين، لكن بالديسكريت راح نسميها بلس ترانسفير فانكشن، راح تكون موصوفه بالزد دومين. اذا هنا لازم ندرس شنو؟ ندرس الزد ترانسفورم، يعني شلون نحول من التايم دومين المن الى الزد دومين، شلون نقدر نحول. طبعا انتم ماخذين سابقا الزد ترانسفورم، فما راح خلينا نقول نشرح بالتفصيل. يعني هنا أنا لما تكون عندنا الداله المقطعه، قال اي شيء فوق ستار معناها مقطع. اذا اخذنا لنا اللابلاس ترانسفورم فراح تكون هي اف ستار اوف اس، لتكتب بالشكل الموضح امامنا. احنا عندنا نعرف ان المابينج ما بين الزد بلين وما بين الاس بلين، هذا هو المابينج ما بيناتهم، يعني هاي عمليه المابينج. اذا كان عندنا في الشيء بالاس بلين ممكن نسوي هذا المابينج يطلع لنا بالزت بلين. هذا المابينج اللي هو الزت تساوي اي تو ذا ماينس تي اس، والتي هي تمثل مثل ما قلنا اللي هي مقلوب التردد مالت السامبلر. اوكي راح تكون زين. هسه اذا شلنا تي اس او اكسبوننشال تي اس وعوضنا عنها بزد، راح يصير عندنا زد اس ناقص كي، ممكن نعوضه. فاذا الاف اوف زد هي ناتج تعويض عن كل e to the ts بz، او ممكن نطلع العمليه المعكوسه ناخذ لنا الطرفين، فتكون العلاقه ما بين الاس والزد هاي المعادله الثانيه. طبعا احنا اس عاده شلون نكتبها؟ هي عباره عن تو بارتس، اللي هي الريال بارت والايماجينري بارت، اللي هي تمثل اي بولز بريال ايماجينري، او اي زيروز بريال ايماجينري. فاذا هنا لو عوضنا عن الاس ب سيجما زائد جي اوميجا، عوضنا هنا عن الاس، راح تكون هنا بها جزء ريال وجزء ايماجيناري، اللي موضح بهاي المعادله مالت الريال، وهذه المعادله مالت الايماجيناري بالنسبه لي هذه للتعويض بهذه المعادله. اذا زد دومين او زد فاليو ايضا بريال وايماجيناري، لكن بدل ما سبق كنا نسمي سيجما واوميجا، هسه راح نسميه راح يكون بهذا الشكل وبالشكل الاخر. انا اي زد، اي زد انها موجوده نقدر نكتبها على شكل ريال، ريال و جزء ريال زائد جزء بي ايماجيناري، جزء اللي هي جي ايماجيناري، جزء ايماجيناري. الايماجيناري راح يكون موصوف بدلاله السيجما والاوميجا، وايضا ريال موصوف بدلاله السيجما والاوميجا. اذا هذا جزء ريال مالت الزد، وهذا جزء ايماجيناري مالت الزد. اذا راح يكون هنا عندك المابينج الاف ستار اوف اس، لما نشيل كل زد نخلي مكانها واحد على باي لين زد، يطلع لنا الاف اوف زد، يعني هذه الاف ستار اوف اس، لكن عوضنا عن كل اس بواحد على تي لين زد، طلعنا الاف اوف زد، وتساوي لنا هذه العلاقه. اذا اف اوف زد هي عباره عن الاف كي تي اللي هي الاشاره المقطعه سميشن في زد اس ماينس كي. اذا هنا اي اشاره هسه نخليها ممكن انه نحولها الى زد دومين. اذا اف اوف زد يساوي لنا سميشن من كي يساوي لنا زيرو الى ما لا نهايه اف كي تي اللي هي بالتايم دومين او بالكي دومين في زد اس ماينس كي، والكي هنا هو المتغير مالت الكي دومين، مثل ما كان تايم دومين تي، هنا بالديسكريت دومين يكون كي.
وهنا التحويل مالت لابلاس وتحويل مالت الزد ترانسفورم. تحويل مالت لابلاس كان تكامل، وتحويل الزد هو سميشن. هنا راح ناخذ بعض الدوال او تحويلتها للزد ترانسفورم. هنا طبعا عندنا يعني خلينا نقول يعني طريقتين للتحويل او يعني حالتين، يسوون وان سايد زد ترانسفورم. وان سايد معناها يبدي من صفر الى ما لا نهايه، يسمونه وان سايد، فقط القيم الموجب، يعني فقط تايم يكون موجب. اذا كان من صفر من ماينس ما لا نهايه راح يكون هو تو سايد سايدد زد ترانسفورم، من ماينس ما لا نهايه الى ما لا نهايه. طبعا احنا اللي يفيدنا الجزء الاول يعني بالكنترول، احنا ما عندنا زمن بالسالب، دائما احنا زمن ما تبدي من الصفر ويبدي يصعد الى الموجب ما لا نهايه. اذا احنا نعتمد على الوان سايدد از ترانسفورم، نعتمد على هذه ما راح ناخذها، لكن بس مجرد للاطلاع نخليها يمك تفاعلها. اذا دائما احنا راح نعتمد على هذا المقدار. طبعا احنا لما تي تساوي لنا واحد، كابيتال تي عفوا تساوي لنا واحد، يصير اكس كي زد اس ماينس كي اللي هي الاكس اوف زد. فهنا نجي ناخذ بعض الدوال المعروفه، مثل ما سابقا اخذنا اليونت ستيب وشفنا شنو تحويتها للاس دومين، كانت هي واحد على اس، والرامب كانت واحد على اس تربيع الى اخره، وحفظناها. كنا دائما كل ما نتعامل وياها يعني خلينا نقول اصبحت كانها هي دوال معروفه، يعني معروفه عندنا، ونتعامل وياها بشكل يعني خلينا نقول سلس بالتحويل من تايم دومين الى اس دومين. ايضا هنا لما نحول من التايم دومين الى الزد دومين، ايضا المفروض هذه الدوال اللي هي الستاندرد اللي هي اليونت ستيب والرامب والكوساين، يعني الساينسويدال فانكشن اللي هي الساين والكوساين، المفروض تكون معروفه عندنا. بالنسبه لليونت ستيب ما راح ندخل بالتفاصيل شلون صارت، هي عباره عن زد، يعني نشيل اليونت ستيب نخلي مكانها زد، زد ناقص واحد، مثل ما كنا سابقا نشيله ونخلي واحد على اس، نخلي نشيله ونخلي زد، زد ناقص واحد. او ممكن نكتبها بدايه الاسس السالبه للزد، هي عباره عن واحد على واحد ناقص زد اس سالب واحد. هنا اثنين، يعني ممكن مره نكتبها بالاسس السالبه ومره نكتبها بالاسس الموجبه بالنسبه للزد، يكون هذا شكلها. بالنسبه للرامب فانكشن، الرامب فانكشن راح يكون هو يو اوف تي يساوي لنا تي بالتايم دومين، بالزد دومين راح يكون هو عباره عن كابيتال تي زد، زد ناقصا واحد الكل تربيع، هذه بالاسس الموجبه. والاسس السالبه راح يكون تي زد اس ناقص واحد على واحد ناقص زد اس ناقص واحد الكل تربيع. هذا بالنسبه لي اليونت رامب. بالنسبه للبولينوميال فانكشن، بولينوميال فانكشن اللي هي اي اس كي، اي اس كي شلون راح تصير تحويلتها؟ هي عباره عن واحد، واحد على واحد ناقصا اي، طبعا هنا الاي هو يكون عاده كونستانت والكي هو المتغير، يسمونه بولينوميال فانكشن. اي اللي هو هذا الكونستانت مضروب فيه زد اس ناقص واحد، او اذا بدلاله الاسس الموجبه لزد، من زد على زد ناقص اي. الاكسبونينشال طبعا هو الاكسبونينشال هو حاله خاصه من البولينوميال، لما يكون الاساس اكسبونينشال اي ناقص اي اي تو ذا ماينس اي تي، فاذا راح تكون نستفاد من نفس هاي الخاصيه، يعني نشيل كل اي هنا شو نخلي مكانها؟ نخلي مكان، اذا خلينا مكان كل تي هي كي تي، كي كابيتال تي، فاذا هنا عندنا راح يكون اذا عوضنا عن الاي بي اي تو ذا ماينس اي تي كابيتال تي كي، كي طبعا هنا راح يكون هو الاس هو موجود هنا اوريدي، اذا ممكن نشيل كل اي نخلي مكانها اي تو ذا ماينس اي كابيتال تي، خلينا مكانها كل اي. هنا تلاحظ خلينا شنو؟ خلينا مكان كل اي اي تو ذا ماينس اي كابيتال تي في زد اس ناقص واحد، واذا كانت بدايه الاسس الموجبه راح تكون زد على زد ناقص اي تو ذا ماينس اي تي. اذا هاي المفروض تحفظ، هذه الامور تحفظ. اوكي، هنا عندنا بعض الخواص، بعض البروبرتيز. لو كان عندنا بالتايم دومين هي مضروبه بكونستانت، يعني داله بالتايم دومين مضروبه بكونستانت، بالزد دومين راح ايضا تضرب بنفس الكونستانت اي في اكس اوف زد، باعتبار اكس اوف زد هو تحويله الزد للاكس اوف تي. هنا لو كان عندنا دالتين مجموعات بالتايم دومين مضروبه كل واحده في كونستانت معين او مطروحات،
فهنا راح تكون هو تحويل الدالة الأولى إلى f of k نحول إلى f of z، والg of k نحول إلى g of z، وأيضا نطبق عليه هاي الخاصية. لو كان عندنا الدالة بالتايم دومين لكن مضروبة بمن؟ في اي اس كي، مضروبة في 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 مضروبة في بولينوميال، فصير هي عبارة ناخذ الاكس اوف كي نحولها نطلع الاكس اوف زد، وبعدين نشيل كل زد، شو نخلي مكانها اي تو ذا ماينس اي في زد، فيطلع لنا هذه الدالة بالتايم دومين مضروبة في اي اس كي تكون هي عبارة عن اكس اوف a ماينس 1 في زد. ريال شيفت اذا كان عندنا شيفت، طبعا ممكن يكون شيفت موجب او شيفت سالب، هنا شيفت هنا تلاحظ الاشاره موجبه وهنا تلاحظ الاشاره سالبه. اذا كان الاشاره هنا سالبه يعني الشيفت هنا موجود، يعني هنا التشفيت باتجاه اليمين، فتكون بالزد دومين هو عباره عن الاكس اوف زد لكن مضروبه في زد اس ناقصا اس ناقص ان زد اس ناقص ان. لما يكون هنا الاشاره موجبه يعني تشفيت باتجاه اليسار راح تكون هنا تختلف القضيه، راح نضرب في زد اس ان اكس اوف زد ناقصا سميشن بالنسبه، وهذا راح تكون سميشن هو عباره عن من صفر الى ان ناقصا واحد، فهنا ايش قد التشفيت مثلا مالتنا؟ هنا 2 3 4 يعني 4 وحدات 5 وحدات، فهنا يصير ان ناقصا واحد في هذا المقدار، طبعا هنا يطلع دائما كونستانت مضروب في زد. الكومبلكس شيفت اذا مضروب في اكسبونينشال فايضا راح تكون هي عباره عن x of z e to the minus زائد a t، هاي طبعا تحفظ هاي الامور. الانيشال فاليو والفاينل فاليو، ال x of 0 ممكن انه اذا كان عندنا x of t وراد عندنا ال x of 0 نعطي ال x of t نعطي ال x of t وراد عندنا ال x of 0، هنا شنو نقدر نسوي؟ نشيل كل t نخلي مكانها مكانه زيرو، يعني هنا نشيل كود تي نخلي مكان شنو؟ نشيل كود تي نخلي مكانها زيرو، طلعنا الاكس اوف زيرو اللي هو يسمونها بالانيشال انيشال فاليو، انيشال فاليو بالنسبه للمقدار. لكن اذا كان عندنا ما عندنا اكس اوف تي عندنا اكس اوف زد، يعني كان هنا منطينا الاكس اوف زد، الاكس اوف زد ايش نسوي هنا؟ يعني نعطي الاكس اوف زد وعندنا الاكس اوف زيرو، احنا بعد ما نقدر نشيل كل تي نخلي مكانها صفر، يعني احنا بعد ما عندنا تي صارت بدلاله الزد، نستخدم هذه الخاصيه، فنقول اكس اوف زيرو هي ليمت هذا المقدار لما زد تروح لمن؟ تروح للما لا نهايه، ليمت هذا المقدار. اوكي؟ فيكون بالشكل هذا. نحول x of t الى x of z، اذا كانت تعطينا x of z بعدين x of z نستخدم هاي الفورمولا تعطينا x of 0. نفس الحال شيء بالنسبه لل x of ما لا نهايه الفاينل فاليو، فبدل ما نشيل كل t او كل k نخلي مكان ما لا نهايه، اذا كان معطيني x of z فنضرب ال x of z في 1 ناقص z اس ناقص 1، وبعدين يكون z تروح لمن؟ للواحد، بس ننتبه لمن؟ للواحد، هنا x of 0 كان z تروح لمن؟ للما لا نهايه. بالاكس اوف ما لا نهايه زد وين ما تروح؟ تروح للواحد، واحد ناقص زد اس ناقص واحد في اكس اوف زد. اذا هاي تحفظ هاي الست خواص الخاصه بالزد ترانسفورم. اوكي؟ كافي نكتفي بهذا القدر بالنسبه لهذه المحاضره، ان شاء الله نكمل على المحاضره القادمه.